فندق الشوكولاتة الفندق هو طبق سويسري وإيطالي وفرنسي معيد من الجبن المذاب يقدم في قدر مشترك يوضع على موقد صغير أو شمعة صغيرة كي تحافظ على قوامه السائل ويؤكل باستخدام شوكة طويلة بنهايتها خبز لتغميسها في الجبن المذاب. في عام 1930 تم تقديم الفندق كطبق سويسري شعبي من قبل الاتحاد السويسري للجبن، وفي عام 1960 زادت شعبية الفندق في أمريكا الشمالية. منذ الخمسينات تم تعميم اسم فوندو على أكلات أخرى مشابهة مثل فوندو الشوكولات، حيث يتم تغميس قطع من الفاكهة في قدر من الشوكولات السائلة على شكل نافورة الشوكولات، أو فوندو بورغي غنوني حيث يتم تغميس قطع من اللحم في قدر من الزيت. الكلمة فوندو من الفرنسية يتني المذاب. مراجع 12016 نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع ويباكاين ماشينا 2010 341 10 1136 6731 مرشف من الأصل في 20 يوليو 2010 اطلع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2010 صيانة 1 الأرشيف كعنوان في كومنز صور وملفات عن فوندو